مميز وهجومي لمانشستر يونايتد، والاستحواذ حتى يعني في الشوط الثاني كان الاستحواذ اعلى. كل شيء فعله مورينيو، كل شيء فعله مورينيو، وكل شيء حاوله مورينيو، ولكن هاري كين يسجل اول هدف لتوتنهام في اولد ترافورد من عام 2014. في ذلك الوقت كان اخر فوز لتوتنهام في اولد ترافورد، 1-1 2014 فاز توتنهام بهدفين لواحد، وهذه اول مره ينهزم اليونايتد في ملعبه بثلاث اهداف نظيفه منذ فوز مانشستر سيتي عليه بهذه النتيجه ايضا قبل 4 سنوات. 2014 لم تكن سنه جيده، السنة التي ترك يعني كمل فيها ديفيد مويز، وهنا مورينيو يصفق طويل الجماهير، وبعض الجماهير تصفق وبعض الجماهير يعني ربما تهتف ضده وهو يرفع الفانيلا الحمراء. على كل حال يعني طبعا هذه ثاني ثلاثية لتوتنهام في أولد ترافورد، الأولى كانت عام 2012، لكن هذه الوقفة الطويلة كابتن محمد فيها مغزى، فيها رسالة إنه شجاع ما بيهربش من